أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. بيشرفنا النهاردة أن تكون معانا أختنا إيمان من سوريا، وحلقة بعنوان الأخت إيمان السورية آمنت باسم يسوع. وحقيقي دايما بيبقى في ترابط ما بين عنوان الحلقة والاختبار، فهنعرف ازاي امنت باسم يسوع الاخت ايمان. لما سمعت اسم يسوع، كانت اول مره تسمع اسم يسوع، كان هو ده بدايه او سبب ان هي امنت بالمسيح. لكن في البدايه خلونا مع بعض نرحب باختنا ايمان. اهلا بيك يا اخت ايمان. اهلا بيك، يا رب يبارك حياتك، وبتشرف بوجودك معانا في صوت العابرين. ربنا يبارك. متعودين دايما ان بيكون في صلاه في بدايه الحلقه، فاتفضلي قودينا في صلاه. اتفضلي حضرتك. ماشي. يا رب بشكرك على هذا النهار، بشكرك يا رب انه اعطيتني هذا النهار بس لحتى اشهد باسمك يا رب. وانا بشكر الرب انه خلاني احكي بهذا النهار لحتى اوصل صوتي للعالم كله لحتى تخلص. وبطلب منك يا رب انه تخلص هاي العالم كله يلا يا رب ويعرفوا اسمك باسمك يا يسوع. اصلي امين 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 باسم يسوع. طيب قبل ما هنسمع من اختنا ايمان، حقيقي ولو ممكن اشوف بس على الشاشه قدامي الحاصل في مصر، ومش عارفه اسميها ايه، يعني اسميها ايه، ان تطلع قضية سيدة الكرم اللي تم تعريتها، ان هنشوف مع حضراتكم اهي الصورة اهي، براءة المتهمين بتعرية سيدة الكرم. طب الواحد يقول ايه ويلوم مين؟ هل المباحث اللي هي يعني كانت مفروض تتحرى الأمور بشكل جيد وبشكل أمين وتوصل القضية صح عشان يتحكم فيها صح، هل يعني التلاعب كان منهم والتزوير كان من المباحث، ولا كان من وكيل النيابة أو من النيابة اللي ما قامتش بدورها الصحيح في تقديم القضية للعدالة اللي مفروض بقى اللي قدام القضاء اللي هو العدل أساس الحكم، وكان يقام حكم صحيح حكم عادل؟ لكن اللي شفناها بصراحة بيبين لنا، أو الحكم ده بيبين إن المنظومة كلها فيها حاجة غلط، خصوصا لما الأمر يتعلق بالأقباط. وبعدين لو يعني المستندات والمفروض الحاجات اللي بيحكموا من خلالها أو بتقام عليها التحريات ما كانتش كاملة، إحنا هنوري في الفيديو الأول معانا، هنوري المباحث والنيابة والقاضي إن الموضوع هو يا جماعة انتوا كنتوا محتاجين يعني شهود، ولا محتاجين اوراق تكملوها، ولا انتوا محتاجين ايه؟ يعني الواقع كان بيتكلم معانا هنا في الفيديو دوت. العمده بتاع القريه نفسها، قريه الكرم، بيتكلم عن حدث الناس كلهم شافوه على السوشيال ميديا وفي كل المواقع اللي شيرت الامر ده. الموضوع فيديوهات مش شهاده بتسمعها من حد. ده خلينا نشوف الفيديو عشان بصراحة أنا مش عارفة الفساد من أي جزء بالظبط عشان يتحكم حكم في ظلم بهذه الدرجة. نشوف مع بعض الفيديو اللي حصل. نتيجة كانت في إشاعة طلعت إن أشرف عبده على علاقة بواحدة مسلمة وحبوا ينتقموا منه أو من أهله، راحوا البيت ملقوش فحرقوا البيت للأسف بلغوا برضو في الانتقام. أنا بحب أنا أكررها مرتين إن هم بلغوا في الانتقام
وللاسف هي يعني ايه تقيله على لساني وانا بقولها هم فعلا اعاقوها. بس الشهود بيقولوا ان هي تم تجريدها لدرجه ان برضه في بيت واحده مسلمه هي اللي غطيتها. ايوه فعلا يا فندم، بيت الجيران اللي قصادهم بيت مسلمين بتاع الاستاذ مجاهد صلاح، هو ووالدته. الاستاذ مجاهد صلاح جلع الجلابيه بتاعته وعرى نفسه وغطاها وسطرها ودخلها جوه بيته هو ووالدته وحماها من الناس دي. يعني هل المباحث، هل النيابه، هل القاضي، هل ما شافوش الكلام ده؟ ما سمعوش الكلام ده؟ دي يا جماعه ده اللي بيتكلم دول مسلمين، اللي شافوا وغطوا وخبوا في بيوتهم مسلمين، وكل الامر ده على مجرد إشاعة حد قالها إن في علاقة ما بين ابنها وبين واحدة مسلمة. قبل ما يتحروا الأمر حصل ده كله، حرقوا البيت وعروها وسحلوها وهي يعني زي ما حضراتكم شايفينها كبيرة في السن، وما يصحش إن تهان الامرأة يعني سواء كبيرة في السن أو صغيرة. يعني فين الضمير؟ فين الأخلاق؟ فين المبادئ؟ يعني عمالين يحكوا بالأخلاق وديننا دين تسامح، طب فين ده؟ فين ده على أمر الواقع لما يكون في بقى محك؟ مجرد إشاعة اتقالت. طيب يعني لو كان العكس بقى، يعني لو كان الإشاعة دي حد كانت في الطرف الثاني عند المسيح كان هيقولوا إيه؟ ولا كان حد هيعمل حاجة، بالعكس كنا هنلاقي الأمن نفسه، كنا هنلاقي في أمن الدولة في مصر، الأمن المصري، الأمن الوطني، بنلاقي الشرطة، بنلاقي كل يروح للبنت المسيحية ويقول لها إحنا معاكي. وفي يوم في ليلة الأزهر يطلع لها على طول شهادة إشهار الإسلام بالورقة اللي مطبوعة من ضرائب المسيحيين. ده لو كان العكس، لكن هي القضية قدامكم اهي، اللي بيشهد يعني شهد شهود من أهلها، مش شاهد واحد من أهلها. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي، الست المحترمة المسلمة اللي أخذت سعاد جارتها وسترتها وغطتها، ونسمع مع بعض. معريها؟ لا كان حد معريها بس والله العظيم دخلت عندي سعود، دخلت عندي ولبستها خلاص يا ناس بزيادة. ايوه يعني هقول ايه تاني، اديكوا انتوا سامعين بنفسكوا. لو انتوا شايفين ان ده العدل كملوا فيه، بس كملوا مع الكل يا جماعة، مش بس مع الأقباط. تبقى الأدلة مش كافية، ما اقتنعتوش، ما شفتوش، غمضتوا عينيكوا، بتحكموا بالظلم. لما يكون الموضوع فيه أقباط لأ، القانون نعمل بالقانون، لازم كل حاجة تكون كاملة، الأدلة تكون كاملة وشهود تكون كاملة، حتى لو في شهادة بالشكل ده بتغموا عينيكم عشان تصدروا الحكم اللي أنتوا عايزينه، بلا كرامة، بلا ضمير، بلا أخلاق، بلا شرف، بلا عدل. هكذا وصفي لهذا الحكم، مش عايزة أعمم، لكن ده وصفي لهذا الحكم اللي صدر من قاضي قاعد تحت منصة مكتوب عليها العدل أساس الحكم. والأسف ما فيش أي عدل طالما الأمر يخص حد مسيحي، حد قبطي. طيب لكن من جهة تانية بقى، لما يكون وهنشوف في الصورة اللي جاية دي الطفل شنودة لما أمه راحت تزوره، شوفوا إزاي لو نكبر الصورة، اللي لابسة الأحمر ده أو النبيتي دي المشرفة اللي في دار الرعاية المسلمة. نشوفها لو نقدر نكبر الصورة عشان نشوف إن هي أهي الحجاب بتاعها أهي. شايفين إيديها؟ إيديها ما بين الأم، أم شنودة وشنودة، شايفين الإيد بتمنعها؟ شايفين ايديها؟ شايفين بتمنع الام ان هي تقرب من ابنها اكتر من كده. شايفين الولد مش عارف يعمل ايه، مش عارف، مسكين طفل. هي دي امه اللي يعرفها، هي دي امه اللي فتح عينه عليها، هي دي امه اللي اكلته وشربته، هي دي اللي خدته في حضنها، هي دي اللي يعرفها. لكن يجي بقى في موضوع الطفل شنودة، لا يا جماعه، احنا عقيدتنا، احنا شريعتنا بتقول مفيش تبني. ليه؟ عشان رسولنا كان اشتهى مرات ابنه ومنع التبني، يعني احنا مكملين بقى على سيرته لان هو القدوه بتاعتنا، وما ينفعش الست دي تاخد الولد وناخد طفل زي ده، يعني نبعده عنها. وده العدل بقى، ده الضمير، دي الاخلاق، ده القانون اللي لازم ينفذ على رقبه القبطي.
ينفذ يذبحه ما فيش مشكله، لكن عشان ينصفه لا. سيدة الكرم اللي تعرت لا، بالعكس يعني يمكن هي المتهمه، يمكن يتهموها ان هي اللي مثلا هدومها كانت سهل ان هي تتشال من عليها. يعني قمه الفساد وقمه قله الضمير. كمان نضيف لقله الضمير اللي حصل الاسبوع اللي فات او غالبا الاسبوع اللي فات من تعدي على الاقباط. نشوف مع بعض في قريه في المنيا اهيت الصلح خير، جلسة عرفية للتصالح بين مسلمين وأقباط في قرية أشروبة بالمنيا في صعيد مصر. يعني لو عملنا، لو حضراتكم عملتم كده بحث عن كلمة جلسة عرفية وشوفوا في كل سنة بجد من غير مبالغة بالجلسة وبالاتنين جلسة عرفية، طب فين القانون يا جماعة؟ فين المباحث؟ فين النيابة؟ فين المحاكم والقضاء؟ مفيش. فأمر زي كده المسلم فيها يدان ومفروض ان هو يتحاسب ومفروض ان هو يعوض القبطي اللي ظلمه عن ظلمه ليه. لا، بريء، براءة، المسلم براءة. يلا نقعد بقى نعمل جلسة عرفية وقعدة مصاطب، هو ده العدل اللي مايل في مصر. خسارة، خسارة ان الأقباط مصر، أساس مصر اللي تعدى عليهم المعتدين، المعتدي والمحتل واللي سيطر عليهم بالشكل ده ان هم يستمروا في الظلم دوت، يستمروا خاضعين للوثيقة العمرية حتى لو كانوا مش بيقولوها جهارا، لكن بيعملوها، بيعملوها بقلبهم، بيعملوها بضميرهم اللي بيكتموه بيموتوه عشان يفضلوا في ظلمهم للأقباط. راعوا ضميركم وراعوا ربنا فيهم، لأن هم اللي بيحبوا مصر، هم اللي بيصلوا من أجل مصر. ف يعني ليها ربنا مصر وأقباط مصر، بنصلي من أجلكم. طيب على صعيد آخر بقى من الحاصل من الداعش الإسلامية، الإسلام اللي الإرهاب الإسلامي اللي مش بيخلص بصراحة، لأن ما دام الإسلام موجود وما دام القرآن موجود، ما دام السنة موجودة سيظل الإرهاب الإسلامي موجود. امبارح في كنيسة في نيجيريا قامت بوكو حرام داعش الإرهابية بحرق وتكسير كنائس، كنيسة هناك، وحرق الكاهن حي، حرقوا الكاهن وهو حي، وزي ما عملوا مع البنت المسيحية من فترة اللي كان اسمها روث تقريبا، اللي كتبت على جروب بتاع أصدقائها في الجامعة بيكتبوا حاجات دينية وبتقول لهم ده جروب يعني مع بعض احنا بنعمل واجب، بنعمل حاجات مع بعض دراسي، فحرقوها وقالت ان هي، قالوا ان هي يعني بتزدري بالإسلام. ده القسيس في الكنيسة بيصلي مع شعبه، اللي حاصل ما عمل لهمش حاجة، هم اللي اقتحموا عليه وحرقوه وهو حي عشان يرضوا الإله اللي هم بيتبعوه ويرضوا شريعته. نشوف مع بعض الإرهاب المتواصل. بالأمس حرقت داعش نيجيريا كاهنا كاثوليكيا وهو حي مع جمع من المصلين. الإرهاب للأسف، الإرهاب الإسلامي المتفلت ما زال ينمو ولم نسمع حتى الآن أن الأزهر استنكر هذه الأعمال. أصلا الأزهر عمره ما قال على داعش أن هي إرهابية، بالعكس، لأن هم أمناء عارفين أن هم بينفذوا الشريعة الإسلامية، أمناء لدينهم عارفين أن هم بينفذوا الشريعة الإسلامية، فمش مش بيكفرهم. وبين كفر هذه الفئة الأزهر، يعني لم يستنكر هذه الأعمال، وأن هو يبين كفر هذه الفئة وأظهر فهمهم الخاطئ للآيات التي يستلهمون منها إرهابهم. طيب الإرهاب ما زال يدرس فكر ابن تيمية. طيب على ابن تيمية ده هيكون لنا تعليق دلوقتي، لكن الأزهر مش ممكن يقول أن هم على خطأ، لأن الأزهر عارف أن هم بيستندوا على آيات قرآنية، يعني يعذبهم الله بأيديكم، يعني اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وقعد لهم في كل مرصد، كل الآيات دي قرآنية يعني ما زالت موجودة وما زالت يعني لازم تنفذ من ضمن الجهاد الإسلامي. الأستاذ هنا سامح عسكر كتب عن ابن تيمية يعني بيقول لهم ده اللي موجود في الكتب. كان ابن تيمية يكره المسيحيين كراهية شديدة، طبعا واضح من اللي بيحصل، حصل في الكاهن اللي اتحرق ده من اللي تابعين هذه التعليم. يحكي السيوطي وقع سنة 709 هجرية حيث أشار وزير ابن الخليلي على السلطان ابن قلاوون أن يعفي الذميين من لبس المغاير. إيه المغاير؟ كانوا بيلبسوهم الأصفر والأزرق لأنهم دفعوا جزية زيادة هذا العام، واقتنع السلطان، لكن ابن تيمية اعترض واتهمهم بنصرة أهل الذمة فبطل القرار. يعني الوزير لقى أن المسيحيين
دفعوا ضرائب كتيرة ودخلوا لهم دخل، فقال خلاص يعني بلاش نلبسهم اللبس دوت، اللبس المغاير اللي هو الأصفر والأزرق، لأن هم دفعوا لنا. فابن تيمية اعترض قال لا طبعا احنا كده بننصر أهل الذمة، يعني هم احتلوا بلادهم. أصل المسلمين دول كانوا فين؟ كانوا مع محمد في شبه مع محمد مع كبيرهم في شبه الجزيرة العربية. ايه اللي وداهم الدول دي؟ هو وداهم الاحتلال، لان هم محتلين، لان هم غزاة، واسوأ احتلال هو الاحتلال الاسلامي. فابن تيمية اعترض لا هم اصحاب البلد واحنا اللي قاعدين فوق دماغهم واحنا اللي بندفعهم الجزية، كمان يعني نقول لهم البسوا الالوان اللي انتوا عايزينها؟ لا طبعا، ده كده احنا بندلعهم. فيعني ابن تيمية اعترض فالقرار اتشال. بيأكد المعلومة دي، بيقول السيوطي يحكي هذه الواقعة في كتابه حسن المحاضرة جزء 2 صفحة 30، يعني جايب لكم بالكتاب وبالصفحة، ابحثوا بقى ودوروا. وفيها أن السلطان ابن قلاوون لما سمع الرأي ابن تيمية وخشع نفسه من التهمة التي ألصق به إياها وهي نصرة أهل الذمة، اقتدى به حاكم العراق، فصار كل ذمي هناك أن يلبس المغاير وهي ملابس بألوان مختلفة ليعرفوا المسيحيين. يعني أي واحد مسيحي كان لازم يلبس لبس لون مش بيلبسه المسلم، عشان المسلم وهو ماشي يبقى عارف أن ده مسيحي، يعمل بقى اللي هو عايزه فيه، يضربه، يسرقه، يهينه، يعتدي على لو امرأة يعتدي عليها، ما هو أهل ذم، ما هم الأعلون، فيعملوا فيهم أي اللي هم عايزينه. وهم كمان قايل لهم اللي لابس أصفر ده، اللي لابس اللون ده، ده مسيحي، اعمل فيه اللي انت عايزه، هذا هو الإسلام. تعليق بقى الناس بقى المسلمين الحلوين اللي بيقولوا يعني ديننا دين سامحة، بيقول إيه؟ رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الأمة خير الجزاء. هو ده، هو ده المسلم الحقيقي، هو ده اللي ماشي بتعليم، اللي يتبع تعليم القرآن، اللي يتبع تعليم رسول الإسلام، لازم بالضرورة ان هو يتبع ابن تيمية، لانه ابن تيمية ما جابش حاجة من عنده. رحم الله شيخ الإسلام، هل ألزمه لبس المغاير على شأن دي اللغة بقى، معلش، هل ألزموا لبس المغاير علشان هم خانوا المسلمين من قبل ففرضوا عليهم لبس هذا اللون؟ مش موضع محبة وكراهية، اتق الله فيما تنقل، انظر ماذا فعلوا عندما دخل. طيب هو بيقول هنا ان يعني هم خلوهم يلبسوا كده لان المسيحيين اهل الذمة دول خانوهم. خانوهم ازاي بقى؟ انا ما اعرفش. يعني انت داخل بلدهم ومحتلهم واخد فلوسهم واخد اراضيهم ويعني بتجبرهم ان هم يدفعوا لك جزيه وبتلبسهم لبس غير لبسك عشان تميزهم، قمه العنصريه، عشان تعرضهم للايذاء، ويقول لك اصل هم خانوا. خانوا مين؟ اصل الخيانه فين؟ ابحث. طيب بيقول هنا ده موسم التطاول بقى من كام يوم الشعراوي، والنهارده ابن تيميه، يعني هم دول يعني الأمثلة القدوة بتاعتهم اللي بيقتدوا بيهم، الشعراوي وابن تيمية، وأي حد يقول لهم الحق يفتح لهم الكتب يقولوا أنه بيتطاول. ابن تيمية حبيبي مهما فعلتم حبه، كلما زاد حقد وكره العلمانيين لشيخ الإسلام كلما زاد حبنا له. رحمة الله على شيخ الإسلام وجميع علماء الأمة. دي الناس اللي عايزة تفضل مضللة ويقول لك إحنا أمة وسط، ما فيش وسط ولا حاجة، هو ده الفكر الحقيقي اللي في ذهن المسلم اللي بيقول على نفسه معتدل ووسط. بيقول من أنت حتى تقيم ابن تيمية؟ أنت بتحب المسيحي؟ طب ده سؤال يعني. يعني الاخ اللي كاتب او الاستاذ اللي كاتب التويته دي، ده بيقول له يعني انت بتحب المسيحي؟ هي دي تهمه؟ هي دي سبه؟ هي دي حاجه وحشه انك تحب انسان؟ هو ده العقل. رحم الله ابن تيميه، وين الكره الشديد في الموضوع؟ لا لا خالص، ما فيش كره. يعني الاستاذ ده مش شايف ان في كره في الموضوع اصلا، مش شايف ان هو يلبسهم اللبس دوت، ولما هم يدفعوا فلوسهم زيادة والحاكم أو الوزير يحب يقول لهم خلاص ما تلبسوش الألوان المعينة ديت، البسوا اللي انتوا عايزينه، أي لون انتوا عايزينه، يقولوا فين الكراهية؟ يعني ابن تيمية يتعصب ويقول دول أهل ذمة، ما تخلهمش يعملوا هم عايزينه، ففين الكراهية؟ لا مفيش كراهية. هو فعلا مفيش كراهية، لأن ده تطبيق للدين، ده تطبيق لصحة الدين الإسلامي اللي موجود في القرآن واللي في السنة. طيب نشوف بقى يعني برضو من أفعال التطرف ومن أفعال داعش اللي بتنفس اللي أتى به رسول الإسلام، اختطاف نحو 50 امرأة من طرف مسلحين في منطقة أربندا بشمال بوركينا فاسو، مثير للانتباه لأن اختطاف النساء والفتيات اشتهرت به جماعة بوكو حرام النيجيرية، فلتوسعت بوكو حرام تجاه بوركينا فاسو رغم عدم اشتراكها في حدود مع نيجيريا. طبعا بوركينا فاسو غالبا الأغلبية مسلمة، فاللي بيعملوا كده ان هم بيخطفوا
بوكو حرام داعش النيجيرية بتخطف البنات المسلمات على نهج وعلى سيرة محمد لما كان بياخد في سبايا أوطاس المسلمات وياخدهم نفسه لنفسه سبايا ويقول للمسلمين دول من حقكم خدوهم. بوكو حرام ماشية على نهج محمد وبياخدوا النساء المسلمات ليهم كسبايا كما فعل محمد مع نساء المسلمين سبايا أو في سبايا أوطاس. طيب آخر تعليق ناخده معنا ده بقى عن داعش بقى نفسها وبتقول كده، والتقرير دوت كان يوم 7/1 غالبا سنة 23 بيقول كده. داعش اللي بتقول عن نفسها بتعلن عن نفسها: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تنفيذ 297 هجوما في سوريا خلال عام 22 أسفرت عن مقتل وإصابة 887 شخص حسب زعمه. وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي أن سوريا حلت في المرتبة الثالثة بعد نيجيريا التي كانت في المرتبة الأولى والعراق الثانية من حيث عدد العمليات. يعني داعش بتقول عاملة يعني إحصائية نفسها أنها في سنة 22 عملت 297 هجوم في سوريا وأصابت 887 شخص وبتفتخر وبتعلن وبتقول. طيب أخت معنا يا أخت إيمان، وأنت سورية وكنت في سوريا وقت داعش، هل تحبي تقولنا أي تعليق عن حرق الكاهن وهو حي وعن ما تفعله داعش في سوريا؟ تفضل. بعتذر للتطويل، تفضل. أنا بعلق على هذا الموضوع إنه ما بيحق لهم يعملوا هذا الشيء حتى لو كان بأي دين، وبصير يحرقوا حدا هو عايش. يعني هذا الشيء ما بيرضي لا هذا الدين ولا هذا الدين. إنه بأي دين هن عم يحرقوا بيعملوا هيك. يعني مش قبل الفكرة إن هم يحرقوا أي إنسان، أنا مش من حقهم. لا مش قابلتك. مش من حقهم. من حقهم يدينوا حدا اصلا الناس. صحيح. طيب انت ايه رايك في التقرير؟ هاي الوضعيه عم يبدو. شو؟ ايه رايك في التقرير اللي قايلينه عن سوريا ان هو ما زالوا بيعملوا عمليات ارهابيه في سوريا؟ وبيفتخر. صح عم يعملوا هذا الشيء. عم يفتخروا لانه عم يعملوا بشريعه محمد. عندنا الدين عم ياخذوه هنا بالسيف، مثل ما قال لهم عم يعملوا. طبعا امين. وهذا ما بيحق لهم يعني. امين امين. طبعا ما بيحق لهمش، لكن الشريعه والقران بيعطيهم هذا الحق. طب اسمحي لي اخت ايمان اننا ناخد هذا الفيديو مسجلين الاخت ايمان يعني مختصر لاختبارها عشان نتناقش معاها في بعض النقاط في الاختبار، فمع حضراتكم نشوف هذا الفيديو. مرحبا، كيفكم؟ أنا اسمي إيمان من سوريا. أنا كنت مسلمة وتجوزت على 15 سنة، وبعد 6 سنين اتطلقت. كان عندي ولدين أنا، بس أنا ما اضطريت إنه أبقى عند أهلي، ولادي فرقوا عني، وصار في عندي شوي من أهلي يقولوا لي لازم تعدي بالعدة، بس أنا ما كنت أعرف شو هاي العدة إلا لأمي إنه شو هاي العدة، اللي لازم تعديها يا أما بتعدي بالنار يوم القيامة. وأنا كنت إنه فكر بهاي الشغلة إنه ليش بدنا نقعد هيك إنه أقعد بالعدة وبدي أحترق. فكر بهاي الشيء إنه مزبوط هذا الشيء، نحن لا رح يعني إنه أنا رح أحترق. ما حبيت هاي الشيء، ما حبيت هذا الشيء أنا، يعني إنه فكر انه اذا ما قعدت يعني راح احترق. ما حبيت هاي الفكره وما قعدت. قالت لي امي انت وحده كافره، انت راح تحترقي، انت ما بتسمعي كلمه الله، لازم هيك تعملي. قلت لها انا ما راح اقعد، انا ما حبيت هاي الشغله، ما بعرف يجيني احساس انه ما لازم اعمل هذا الشيء اللي انا حاسسه. بعد فتره صار بدهم يجوزوني اهلي مره ثانيه، وولادي ما عاد شفتهم ابدا بسبب انه ما بيصير تشوفيهم، انت صرتي مطلقه، ما بصير تعملي هيك، ما بصير تعملي هيك. يعني كثير ضيقوا علي اهلي. صار بدهم يجوزوني، قمت تركت البيت لاهلي وسافرت. انا طلعت على لبنان واشتغلت انا طبعا،
بس أنا كنت عايشة حياتي طبعا هون، سهر روحات جيات، يعني ما كنت أعرف أنا شي عن الرب. بعدين تعرفت على شخص عم بيصيد سمك، عم بيرفع السنارة بيقول يا يسوع. قلت له ليش عم بتقول يا يسوع؟ عم بيقول لي أنا عم بقول يا رب يعني، بس هو عنا اسمه يسوع. قلت له طيب ليه بتقول له يسوع؟ قول يا رب. قال لي بعدين بتعرفي. بعدين إنه رحنا، بعدين صار يخبرني إنه هذا الرب يسوع هي صورته. أنا استعجبت، يعني أنا مسلمة ما بعرف هذا الشيء أبدا. بعدين إنه صرت أبحث، صار يقولوا لي إنه محمد كان يعمل هيك، كان يقعد العالم غصب عنا يقتل بالسيف حتى يصيروا مسلمين، بيقول له أسلم تسلم. إنه محمد صار يتجوز كتير ويبعت الرجال على الحرب وياخد بنات صغار. أنا صرت إنه استعجب إنه بنت 9 سنين عمرها يتجوزها هو، والأرملة يتجوزها هو، يبعت العالم على الحرب يصيروا أرامل ويتجوزهم، إنه بالسلطة وبالغصب. ما بعرف، قال بيقول بده يستر عليهم، بس هذا مش اسمه ستر. ما بعرف، صرت أفكر أنا بهذا الشيء. بعدين يعني ما كتير بحثت عن هذا الموضوع، رحت أنا نزلت على سوريا، رجعت كرمال أعمل تذكرة أنا إنه هوية. تعرفت عليه وهو صار يساعدني بالهوية، وهو شاب كتير منيح، يعني كان كتير منيح. ما بعرف، صار يساعدني بكل شيء، قال لي أنا حبيتك ومنتجوز وبتصيري مسيحية. أنا ما بعرف كنت كتير عن المسيح، قلت أوكي يعني مسيحي، حسيته إنه أحسن من الإسلام. ليش؟ لأنه هن بيعاملوا بحب بلطف، يعني كل شيء كتير حلو معهم. قلت له إيه أوكي أنا بوافق على هذا الشيء، بس كان ما في زواج مظبوط، كان في زواج مثل عقد براني بيني وبينه. اتزوجنا وصار في حمل وجبت ولد، بس هو تغير كتير وصار يضربني إلي وللصغير. بعد فترة أنا صرت أروح لهونيك على كنيسة وتابعت يعني هونيك، وصرت أتعرف على الإسلام أكثر وعلى المسيح أكثر، بس ما كتير يعني. بعدين بعد فترة صار يضربنا كتير أنا وابني. أنا سافرت، طلعت، رجعت أنا وابني على. بس كيف صارت الشغلة؟ أنا كنت نايمة حسيت إنه في حدا عم بيقول لي أنت لازم تطلعي من هون لأنه حياتك رح تتدمر أكثر. فعلا أنا سمعت لهذا الصوت اللي جاني. أنا اتصلت بحدا طالعوني تهريب، وأنا وابني. الرب ساعدني يعني، يمكن ما بعرف، أنا هيك حسيت إنه الرب معي، بس ما كنت مآمنة ولا شيء. طلعنا على، ضليت شي شهر عند عيلة، بعدين نزلت على كنيسة، بس طبعا كمساعدة يعني، صار يساعدوني شوي وهيك. بس أنا كمان يعني كنت عايشة حياتي، صرت لقيت شغل، اشتغلت لفترة وأمنت وضعي. بعدين إجاني شخص من الكنيسة هو اللي بشرني عن الرب، قال لي بدي أنصحك نصيحة، بتمنى إنه تغير لك حياتك. قلت له شو هي؟ قال لي إياها. قال لي في الرب، إذا أنت بتحكي له كل شيء وبتحكي له أنت شو عاملة وطلبتي منه السماح، هو رح يساعدك أكثر من كل البشر اللي عم بيساعدوك، ورح ترتاحي أكثر. قلت له كيف؟ قال لي بتصلي للرب، تقول له يا رب سامحني أنا عملت هيك هيك بحياتي كلياتها، وهو رح يسامعك وانت رح ترتاحي. فعلا انا قعدت هيك وخشعت للرب، قلت له يا رب انا عملت هيك، انا كنت بحياتي هيك انه كنت اعمل شيء مش منيح يا رب، وكنت ماشي بمشي بطال يا رب، انت سامحني وانا خاطية وهيك. حسيت حالي ارتحت، نمت مرتاحة. هاي اول مرة بحياتي انه بنام مرتاحة انا كتير كتير، وحسيت انه الرب عن جد إنه سمع لي وسامحني، يعني صار في عندي سلام داخلي وصرت نام مرتاحة، وحسيت إنه هذا هو الصح اللي أنا اخترته. وفعلا من بعده أنا تغيرت حياتي كلياتها،
ما بقى انه اطلع اسهر، ما عاد اعمل شيء يغضب الرب، لانه كل ما اعمل شغله بقول انه الرب رح يزعل مني. غيرت كل حياتي بفضل الرب، اكيد بشكر الرب على هذا الشيء، وانا بشكر الرب انه عملني بنت من اولاده. انا بس بشكر الرب على كل شيء بحياتي صار، وبشكر الرب على ابني اللي الله عطاني اياه، يمكن رح يكون خادم لإله. وبطلب من الرب، انا في عندي ابني بس انه في عندي مشاكل بوراقه لانه ما في تثبيت زواج كان، بس بطلب من بطلب هذا الشيء من الرب انه وراق لابني، والله يعطينا الاحسن مشان ابني بس. أشكر رب جدا من أجل اختبار وشهادة الأخت إيمان. هرجع لها وهسألها شوية أسئلة، لكن خليني أخد بسرعة تليفون الأخ نصر من لندن. أهلا بيك، تفضل أخ نصر. أهلا بيك. سلام المسيح أختي الفضيلة، منورة بنور المسيح، رب يباركك. أهلا بيك أخ نصر. بحيي الأخت الفاضلة إيمان، واسم على مسمى الحقيقة، وأجمل حاجة بساطتها وطريقتها البسيطة. وعايز أقول لها حاجة، إن ربنا بيدخلنا كلنا لحضرته، وإحنا كلنا كنا تقريبا اختلف السيناريو زيك وأكتر. وأنا يعني أحييك، والرب يباركك، ومن مجد إلى مجد، وسلام المسيح. سلام الرب، شكرا. ودايما بتفاجئنا أخت نورة بأمور جميلة وناس حلوة. ربي الله يبارك دعم برنامجك. سلام مسيح. شكرا، شكرا ليك، اشكرك. اخت ايمان، انت دلوقتي جوزوكي وانت عندك 15 سنه، يعني تعتبري ما زلتي يعني طفله، يعني لسه صغيره يعني. لكن انا عايزه اعرف يعني قد ايه كانت معرفتك عن الديانه الاسلاميه قبل ما يعني لغايه 15 سنه انت لسه ما عرفتيش حاجات كتيره جدا، لكن كانت علاقتك ايه بالاسلام كمسلمه في الفترة دي؟ نحن عشنا، يعني نحن لما خلقنا إسلام، تربينا كإسلام، أهلنا ربونا يعني مثل أي مسلم. نحن لازم نصوم، نصلي، يعني غصب عننا مش برضاتنا، يعني نحن كنا أطفال لازم نصوم، نحن نجوع، يعني نقول لأمي إنه نحن لساتنا صغار، تقول لا انتوا صرتوا كبار لازم تصوموا لازم تصلوا، يعني احنا صغار وما بنعرف هذا الشيء. بعدين انه على الزواج، الزواج المبكر، يعني احنا اطفال وزوجونا صغار، يعني انا زوجوني صغيره، لا اخذوا رايي ولا قالوا لي خلص هذا اللي اخترنا لك رح تتجوزيني انت. يعني زي ما يختاروا لك انت تتجوزي، وفي علاقتك في الاسلام مجرد يعني واحده متربيه في بيت اسلامي بتقيمي شعائر الدين الاسلامي. طيب هل كان ليكي يعني محدش سمعك خالص لما قلتي لا انا مش عايزه اتجوز في السن ده؟ او لك ما حدا سمع؟ لكن ممنوع اسمع انا خلص، بس بدي نفذ، يعني برغم اعتراضك. ايه ما في اعتراض، ما بصير اعترض، بتقول لي امي ممنوع ترضي انت، خلص نحن بنختار لك الصح. يعني ما بيصير اي نقاش، بدي اتجوز بدي اتجوز. بس عمرك ما كان عندك اسئله عن الدين؟ لا، كنت انا اسال يعني انه ليش نحن بدنا نصوم؟ بتقول لي امي لازم تصومي لانه هيك لازم، يعني نحن لنرضي الله لازم نصوم. وحتى كمان الصلاة، الصلاة 5 أوقات كانت لازم نصليهم مثل ما هن، 4 سنة 4 فرض، يعني الفرض هذا لله والسنة لمحمد، واللي ما بيصلي سنته ما بيدخل الجنة. وانت كان نفسك تدخلي الجنة؟ أكيد قالوا لك يعني الجنة، أسمع بيخوفونا من النار بدنا ندخل الجنة. قالوا لك يعني الجنة؟ خوفونا يعني من النار. بيخوفوكي من النار وأنتِ كامرأة من أكثر أهل النار، لكن لما بيقولوا لك على الجنة بيقولوا لك إيه؟ هتروحي تعملي إيه؟ ما الجنة للحريات وللرجال المسلمين والولدان المخلدون في السكة. إيه بناكل قد ما بدنا، بيقولوا لنا الجنة كثير حلوة، فيها أنهار، فيها أشجار، الفواكه اللي بدك إياها بتاكليها، يعني حلوا لنا إياها بعيوننا، إنه ما فيها شيء بشع.
لا ده فيها شيء بشع. لما الجنه تبقى للرجل ان هي تتمتع بالامور دي، وللمراه ان هي تاكل، يعني دي حاجه بشعه، يعني هتزيد في الوزن. وحتى في حديث بيقول كده، في حديث بيقول سوري بس ده اللي مكتوب، يعني الحقيقه في الدين بيقول ان مقعده المراه اللي هي من الارض يعني في الجنه قد مساحتها قد ميل. فده غالبا هيكون من كتر الاكل، لانها ما عندهاش، المراه المسلمه ما عندهاش حاجه تانية تعملها في الجنه غير ان هي تاكل. فاللي هيحصل ان هي هتبقى قد ميل، مش متخيله بصراحه المقاس ده، مقاس فظيع. خليني اخد ال الجنه ما فيها حرق. طيب خليني اخد تليفون الاخت نهال من لندن وارجع لك يا اخت ايمان. اهلا بك اخت نهال، اتفضلي. سلام ونعمه يا اخت نوره، برحب بحضرتك وبالاخت ايمان السوريه. الرب وحده قادر ان يكافئكم على تعب محبتكم. وفي البدايه لازم اقول لحضرتك عرضتيه بالنسبه للسيده اللي عروها او للي حصل للطفل شنوده او المصالحه الوديه في المنيا، كله بيتلخص في جمله واحده: لا عدل على الاطلاق. صحيح. او باي باي جاستس. لكن صحيح. خلي بالك يا اخت نوره، اله العدل بقى مازال موجود طبعا. وكتابنا بيعلمنا انه فوق العالي عاليا والاعلى فوقهما يلاحظ طبعا. فاحنا واثقين في الهنا ثقه عمياء. وبالمناسبه دي لازم اوجه كلمه لكل المسيحيين اللي بيدعوا ويقولوا يا رب انتقم، وبيدعوا على الناس بدعوات وحشه على صفحات الفيسبوك. دي مش تعاليمنا المسيحيه. صحيح. من فضلكم نصيحه: نسيب الامر لصاحب الامر، لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي يقول الرب. وشكرا يا اخت ايمان على اختبارك ومبروك عليكي الخلاص. بس عندي سؤال لحضرتك. انت قلتي انا بشكر الرب اللي جعلني بنت من بناته، يعني قبلتي ان الله يكون ابوكي السماوي. والحقيقه دي حته صعبه جدا جدا عند كل صديقاتي اللي بكلمهم، بقول لهم ان الرب هو ابوكم، في اول كلمه بيقولوها لي استغفر الله العظيم، ازاي اقبل الله عز وجل ان يبقى ابويا؟ فسؤالي لحضرتك: ازاي قبلتي هذه الحقيقه بسهوله علشان تشجع غيرك؟ واخر حاجه احب اقولها انه للاسف يا اخت نوره هتفضل الحوادث تتكرر مرارا وتكرارا في الارهاب طبعا. والاعمال الداعشيه طول ما في ايات قرانيه بهذه البشاعه وبتحض بالمعنى العربي الفصيح على كراهيه المسيحي وقتله ان لازم الامر. وبما انهم مش هيوافقوا انهم يشيلوا الايات دي، لانه ده معناه انهم هيعترفوا ان الكتاب ليس من عند الله، فما فيش غير اننا نصلي بركب سجده ان الرب ينور العقول وتحصل استناره حقيقيه بسبب برامج حلوه زي برامج حضرتك. والرب قادر انه يكشف ليهم بجد بجد الاله المزيف اللي مضيعين حياتهم في عبادته ويعرفوا مين هو الاله الحقيقي. والرب يبارككم. اشكرك جدا اخت ايمان. الاخت نهال بتسالك سؤال، هو انا برضو يعني عجبني السؤال جدا وهضيف لي، لانك انت الوالد والوالدة أسرتك يعني أجبروكي ويعني خلوكي تجبري على جواز في سن صغيرة، وغيروا شكل حياتك تماما أو كانوا سبب في تغيير أمور حصلت معاكي صعبة. فإزاي أنت بعد الإيمان قدرتي تقولي إن الله أبويا وأنا بنت من بناته، مع إن الأمر ده بشكل شخصي كان صعب عليكي لأن شفتي أمور صعبة من الأب؟ تفضلي. أنا كيف إنه عرفت إنه هو أبناء لي؟ لأنه اختبرت هذا الشيء. نحن سمعنا إنه مثلا أنا مو عم بقرا وهيك إنه الرب يسوع هو ضحى كرمالنا وشاننا، يعني شاننا من وسخ هاي الدنيا، وقال أعطيتكم شيء بالمجاني، دمي أنا فديتكم بدمي لأشيل خطاياكم. بقى كيف أنا ما بدي أعتبره بي لإلي؟ أنا بآمن إنه هو الرب يسوع أب لنا وهو الراعي الصالح لنا. أمين أمين. أنا بشكرك، يعني إجاباتك بمنتهى البساطة وكلمات قليلة، لكن يعني بتحوي المعنى والإيمان الحقيقي اللي الرب ملى بيه قلبك وحياتك يا أخت إيمان. طيب عنوان حلقتنا بقى إن الأخت إيمان السورية أمنت باسم يسوع، وإنتي قلتي إنك سمعتي واحد بيقول اسم يسوع. إنتي عمرك قبل كده ما سمعتيش اسم يسوع خالص؟ يعني كل اللي كان اللي بتسمعيه إيه؟ كنت بتسمعيه عن المسيحية مثلا في بلدك سوريا؟
كفار. كفار. ايه كفار. يعني مرة انا كنت ماشي بالسوق انا وامي، عم نتفرج على محل صياغة ذهب، انا شفت صليب، قلت لها لامي انه حابة البس صليب انا، قال لي لا هذا للكفار نحن ما بنلبسه. وكانت كل ما تمرق من حد كنيسة يكون عم بدق الجرس، تقعد هي تتشاهد اللي هن عم بيكفروا. انا قلت لها ليش، انا كثير حابة انه هذا الشيء، انه حابة الصليب من دغري كنت حبه، بس هي كانت تقول لي لا هذول كفار. وهل والدتك كان عندها اي معرفه عن الايمان المسيحي عشان هي بتحكم ان دول كفار؟ يعني هي كانت بتقعد لا ما عندهاش كل حاجه بالموروث، قالوا لها هم اللي قالوا لي، اي قالوا قالوا لها ان دول يعني كفار وهي هي مكمله. سامعاني انه خلص يعني كفار قالوا مثل لها، ما قالوا اهلها. اهلها قالوا لها ان المسيحيين كفار وهي بتقول لك ان المسيحيين كفار، لكن ما قالتلكيش هم اي كفار ليه. لا ما بتقول بس كفار خلاص، بنبعد عنهم ما بنحكي معهم، لانه هذول انجاس مثل ما بيقولوا النجاسه فيهم. يعني يعني نفسي ان اللي بيسمعونا وبالذات الاخوات المسلمات انكم يعني ما تاخدوش بالموروث. جدتي قالت لي، امي قالت لي، انا اقول لبنتي واكمل من غير فهم ومن لازم غير واحد معرفه. يطالع لحاله، بالظبط، انت لازم اقري واحد يقرا ويشوف الحقيقة. وهو اللي يقرر بقى ده كفار ولا مش كفار بناء على معرفه نحن صرنا وبحث. كبار لازم واحد يشوف، لما كنا صغار مجبورين نحن، بس لما كان واحد صار كبير لازم هو يشوف لحاله الحقيقة. صحيح. انتي طب قبل ما اطلع من الجزئيه بتاعت امنتي باسم يسوع، يعني ايه اللي خلاكي، طب ما يعني حد بيقول اسم، ايه اللي خلاكي انجذبتي وسالتي وقلتي هو ليه انت بتقول الاسم ده او مين ده؟ يعني ممكن ايه انا انجذبت، يعني انه هو عم بيقول يا يسوع، مين يسوع؟ بيقول لي الله. قلت له نحن الله بالاسلام ما بنشوفه، ما بنعرف انه ما له اسم غير الله. بيقول لي لا نحن ربنا اسمه يسوع. يعني بعدين صار يشرح لي انه هذا يسوع هو مخلص العالم، هو انطلق كرمالنا. لكن كنت كيف تعرفي يعني عيسى، هيك؟ كنت تعرفي عيسى مش يسوع. ايه نحن بنعرف عيسى، انا القران كنت ما اقراه اصلا، بس آيات صغار يعني إنه المفروض علينا إنه نقرأ. ما انتي ما يعني كمان لحقتيش، ندخل الجنة إذا بنقرأ. ما انتي ما لحقتيش يا اخت ايمان. ما هو انتي يا دوب 15 سنه لقيتي نفسك متجوزه ومسؤوله عن بيت وعن زوج، ما لحقتي امتى؟ يعني زي ما بيقولوا عندنا في مصر من الدار للنار، يعني بس ما كمان لحقتيش مفروض علينا صغيره. نقرأ القرآن، اي مفروض علينا نقرأ القرآن نحن نختمه كمان. وحتى لو يعني حتى لو قريتيه، ما هو قراءه حفظ وتسميع بدون فهم ايه ولا ليها اي صح. معنى ولا لازمه. طب انت عارفه انك انت جوازك، انت حسيت طبعا ان انت اتظلمتي انك كطفله يعني تتحطي في موقف زي كده. انت عارفه انك انت في سن 15 سنه وضعك افضل بكتير من السيده عائشه بنت ابو بكر. هي عمرها 9 سنين، يعني بعدها طفلة 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 كثير صغيرة، يعني هي بعدها لسه عم تلعب بالألعاب، شالوها من حضن أمها وجوزوها. يعني بأي قانون وبأي دين هيك بيصير، إلا هو بيحق له غير اللي بيحق للعالم. لأنه يعني هلا ما بقى حدا يتجوز بهذا العمر، بس لمحمد تخصص هذه الشغلات، إنه أنا بدي أستر عليها وحبيتها لو صغيرة. ما في قال الزواج، ما في شيء اسمه صغير. هو خطبها وهي عندها 6 سنين واتجوزها وهي عندها 9 سنين، خطبها يعني سنين. حاجة صعبة. يعني انت وانت عندك 15 سنة شعرتي هن بالظلم؟ بيقولوا انه ايه اكيد، هن بيقولوا اخذناها صغيرة مربية على ايدنا. لا انا مش بتكلم بقى على المجتمعات والافكار، انا بتكلم على رسول الاسلام اللي هو مفروض ايه القدوة اللي هو بيقود قدوة، دين، اللي هو قائد دين. قدوة لنا هو كان صح. هو إذا فازاي القدوة تبعيتنا هيك عم تعمل، معناته الباقي شو بيعملوا؟ ايوه يعني المسلم اللي عنده 50 سنة او 54 سنة او 55 سنة بياخد وحدة صغيرة. اللي يتجوز واحدة عندها 16 سنة 15 سنة 14 سنة، ده محترم جدا وجدا واخلاق. يعني لو هقارنه بقى القدوة برسول بتوعهم الاسلام، ازاي؟ لان رسول الاسلام كان عنده 54 سنه لما بنى او بنى بعيشه او اغتصب عيشه وهي عندها 9 سنين. يعني ده ما اسموش جواز، ده اسمه تعدي على الطفوله، اغتصاب اغتصاب طفوله صح. طبعا. ده مش يعني مش جسد امراه، دي طفله حتى لو كان طفلة جسمها طفلة كبير، مع ان ده
في كذب وفي اقاويل كتيره، لكن دي طفله عقلها عقل طفله. الكتب الاسلاميه بتقول ايه؟ بتقول ان خدت منها العرايس بتاعتها وخدتها من على المرجيحه اللي كانت الارجوحه بتاعتها ودخلتها على محمد. فاي شخص عنده 50 سنه اتجوز عندها واحده عندها 20 سنه 15 سنه ما تلوموش عليه، ما تلوموش عليه، لان هو يعني اكثر احتراما من قدوته اللي هو على الاقل ما خدش واحده عندها 9 سنين. طيب طب عايزه يعني انت تحبي تضيفي لنا ايه في اختبارك ما قلتيهوش في التسجيل؟ لان انا فعلا عايزه اسمع منك، وانا واثقه ان اللي بيشاهدونا كمان عايزين يسمعوا امور كتير عنك. كنت قلتي لي برضو ان انت حضرتي وقت داعش كانت في سوريا وشفتي الاسلام الحقيقي بينفذ هناك، فيعني كلمينا وشاركينا اتفضلي. انا لما كنت بسوريا قبل ما اجي لهون يعني كنت شوف السيارة داعش يوقف السيارات ينزل الزلمة ويكبر عليها 3 مرات وياخذ المرة والسيارة. هي صارت حلاله، انه كيف هيك بتكبر عليها؟ خلص انه بس كبرت عليها صارت لك. يعني شفت انا اكثر من 10 سيارات قدامي يوقفون وياخذوا النسوان وياخذوا السيارة معهم. هن بيحق لهم، عم يطبقوا الشرع، عم يطبقوا سنة رسولهم. وشغلة ثانية كمان يلا سامعك تفضلي براحتك خدي راحتك. طب لما لغايه لما تفتكري الشغله الثانيه مع داعش، عايزه برضو اسالك في جزئيه انت تعرضت لها حقيقي، مش كفايه النصوص اللي موجوده في الكتب في القران وفي السنه اللي بتسيء للمراه، كمان الثقافات الثقافه بتاعت الشعوب نفسها يعني بتضغط جامد جدا وفيها ظلم فظيع للمراه، واللي بتعمل كده الزوجه والجده بيعملوا كده في البنت وفي الحفيده، لان هم مكملين في ظلم واخضاع المراه باي شكل من وباي صوره من الصور عشان تفضل يعني مكبوته، عشان تفضل تحت امرتهم. فانت تعرضتي انك انت بعد ما زوجك اللي جوزك وانت عندك 15 سنه خلاص يعني قرر ان هو يطلقك، جوزتيه بالعافيه بالغصب يعني بالاجبار، وطلقك بمزاجه، هو حب يطلقك خلاص بمزاجه، الشرع مديله ان هو يطلق والمسلمين بيفتخروا بالطلاق. اجبروكي اهلك، قولي لنا بقى فتره العده يعني قضيتيها ازاي؟ انا لما طلقت امي اجت بتقول لي لازم تقعدي بالعده 3 شهور و10 ايام. قلت لها ليش؟ قال هيك لازم يعني. تقعدي ازاي؟ انه اذا ما قعدتي ازاي؟ اقعد بدون ما اشوف الزلم يعني رجال، وممنوع يطلع صوتي، ممنوع اطلع على الشارع، ممنوع ممنوع كله ممنوع، ما بصير حدا يسمع صوتي ولا اشوف حدا، انا ولا حدا يشوفني، لتخلص العده 3 شهور و10 ايام. قلت لها لامي انا ما راح اقعد، ليش بدي اقعد؟ قالت لي لا لازم تقعدي لانه رح تحترقي بالنار ورح تعديهم بالجهنم انت اذا ما بتعديهم. قلت لها لا ما راح اعدهم انا، ماني مقتنعه يعني. قالت لي انت وحده كافره، انت وحده يهوديه، انت رح تحترقي بنار جهنم لانه ما راح تعديهم وما عدتهم انا. يعني شايفين يعني الفكره ايه؟ الفكره ان هي خلاص انت اتطلقتي ما حدش بقى يشوفك، مع ان هي اولا اتجوزت اجبار مش بإرادتها، ولا سن مناسب للجواز، ولا هي وافقت على الشخص اللي فرضوه عليها. ثانيا الطلاق ده حسب رغبة الزوج المسلم اللي قرر الإله الإسلام اداله حق ان هو يطلق زوجته لو هو يعني دماغه بقى مش مرتاح او مش عايز، خلاص طلق براحتك. ما هي ملهاش وضع ولا كينونة المرأة في الإسلام عموما. وبعد كده يجي بقى النظام الاهل، خلاص اتطلقتي فهيقولوا بقى مطلقه وطالعه وداخله وكلام الناس، حتى ده موجود طبعا في كل المجتمعات الشرقيه، المطلقه بيبقى عليها يعني علامه كله بيخاف منها، مع ان هي ملهاش ذنب، كله بيلوم عليها، مع ان هي يعني ما قالتلوش طلقني. حتى في الحاله بتاعتنا الاخت ايمان ما قالتلوش حتى طلقني،
فإيه اللي هيحصل؟ المجتمع طبعا دي ثقافة يمكن البلد أو المدينة اللي هي فيها، إن هي ما تخرجش ولا تشوف حد ولا تطلع برة ولا تكلم حد، وأكنه سجن. سجن تتسجن 3 شهور و10 أيام. ليه؟ لأن الأستاذ طلقها وما ينفعش حد يشوف واحدة مطلقة لغاية لما يشوفوا جوازة تانية يجوزوها لها. فهل ده يعني هل ده عدل؟ هل ده عدل؟ ليه إله الإسلام ما كانش عادل مع المرأة؟ مش هو برضو اللي خالقها؟ ليه مكملين؟ اتفضلي. حتى كان الطلاق يصير إذا بدون علم المرأة، بينزل بيطلقها بدون ما يخبرها كمان، يبعتها ورقة طلاق عندي يقول لها أنا طلقتك خلاص. يعني بدون ما تعرف. وتعدد الزوجات كمان. إنه هو بحق له يتجوز مرة وثنتين وثلاثة وأربعة. بس هو مكتوب كمان تزوجوا 4 بس إذا لم تعدلوا فلكم بواحدة. يعني بس وحدة، بس هن لا بدهم يطبقوا الشريعة. وهل يعني هل محمد رسول الإسلام نفسه كان في عدل ما بين الزوجات؟ ما كانش في عدل. ليش ليش ما أعطاهم هاي الفرصة إنه يتجوزوا 99 وحدة؟ ليش بس 4 إلهم؟ هو يعني في حدة العدل دي هو كان بيحب عيشة أكتر. ف يعني فين ما يبقى ما فيش عدل في المحبة وما فيش عدل في يعني هي هل يعني الجواز هو بس العلاقة اللي بين الزوج والزوج والعلاقة الحميمية فقط؟ هل هو ده الجواز؟ هو ده مفروض يكون العدل في الأمر ده، والعدل كمان في المشاعر؟ لا ما في مشاعر، لأنه كان ياخد الأرامل كمان يبعثن على الحرب. هي صارت أرملة رح استر عليها هي ما بعرف شو بعد زوجها الحرب ليه؟ وبعدين اتجوزها عشان عشان حيصر عليها حنين. طيب انت قوي. طب انت اخت ايمان لو عايزه توجهي، بما انك يعني كامراه عانيتي من تعليم الاسلام وتعبتي جدا جدا يعني بسبب الاسلام، وحياتك كلها اتغيرت بسبب تعاليم الاسلام والضغط اللي حصل عليكي، ايه الرساله لو قلت لك وجهي رساله للمراه المسلمه تحبي تقولي لها ايه؟ أنا بقول للمرأة المسلمة إنه أول شيء تبحث عن الحقيقة، ما تخضع لحدا، لازم تكون هي تأخذ قرارها من جوات قلبها، يعني تفكر كثير منيح بعدين تأخذ قرار، وما يعني ما تسمع كلمة حدا، لا إسلام ولا شيء، ترجع لقرارها هي، عشان ما يصير فيها مثل ما صار فينا تتطلق وتتجوز وتتطلق وتتجوز. امين. طب في الختام عايز اعرف يعني انت ليه حبيتي تطلعي وتشاركي عن ايمانك وعن عمل المسيح لحياتك في حياتك؟ يعني حبيتي تعملي كده ليه؟ عشان فرجي العالم انه انا امنت ربنا يسوع اللي هو مخلص لنا، وهو بيحبنا كثير قد ما حبنا، يعني حتى بذل حاله هو وانصلب كرمالنا وفدانا بدمه. وانا كثير بشكره على هذا الشيء انه هو ضحى كرمالنا، يعني احلى شيء بالدنيا هو محمد ما ضحى بشيء كرمالنا، بس يسوع قدم حاله ذبيحه لنا. من شان هذا الشيء انا امنت فيه، وعن جد يعني انا كل ما بسمع قصته بقعد ببكي قد ما انصلب كرمالنا، يعني وما حكى ولا كلمه. وهل اطمنتي على موضوع ابديتك؟ يعني كنت زمان بتحلمي بالجنه لكن بعد الابديه ما زال انا امنت بربنا يسوع الي الحياه الابديه، وانا مؤمنه بهذا الشيء. وانا بتمنى لكل العالم انه تسمع كلمه ربنا يسوع وتامن فيه، لانه كمان رح ياخذوا الحياه الابديه لهم. امين. بشكرك جدا يا اختي ايمان، باركت جدا بوجودك معايا وباختبار وبساطة كلماتك وبالايمان اللي الرب مالي بيه قلبك، انا بشكرك جدا، شرفتيني. ربنا يبارك. شكرا ليكي. شكرا ليك يا اختي ايمان، ربي يبارك حياتك. وشكرا لحضراتكم على المتابعه. الموضوع مش موضوع ان احنا بنجيب قصص وحكايات ونسمع بقى، لا يا جماعه اوعوا تاخدوا الامر بالشكل ده، اعتقدوا موضوع ان احنا خلاص خدنا بقى واعتدنا على موضوع الاختبارات. احنا نشكر رب جدا ان في نفوس كتيره
بتعرف الرب يسوع المسيح، لكن الأمر هو شهادة، ويعني شهادة إيمان شخص عن عمل نعمة المسيح في حياته، ده أمر ثمين جدا وغالي جدا، إن النفوس دي بتعرف الرب. إحنا بنسمع الاختبار بنتشجع، بيقودنا لخطوات قدام في علاقتنا مع الرب يسوع المسيح، لكن دي كمان مسؤولية تجاه النفوس دي، إن إحنا زي ما بنتبارك بسماع اختباراتهم إن إحنا نصلي من أجلهم، إن إحنا نشجعهم، إن إحنا نساندهم في كل ظروفهم وفي كل الأمور والأحداث واللي بيتعرضوا ليها، خصوصا الأخت إيمان موجودة في بلد عاملة لجوء وظروفها يعني صعبة جدا، صلوا من أجلها أن الرب يسدد كل احتياجاتها ويسمح أن هي تنتقل لمكان بلد آمن تستريح فيه هي وابنها وتقضي بقية حياتها في سلام وفي أمان. دي مسؤوليتنا جماعة، مش مجرد أن احنا بنسمع اختبار، لكن كمان بنتشارك بالصلاة من أجل النفوس دي. أشكركم جدا كل أحبائنا المسلمين، الرب يسوع مازال بيدعوكم بيقول لك أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة، من فضلك اسمع ابحث وهتجد وهتحصل في النهاية على الخلاص الأبدي وعلى الحياة الأبدية مع الرب يسوع المسيح. شكرا لمتابعتكم الحلقة النهاردة، الأسبوع القادم حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. في آيات تمدد كان كل هدف هتسكت على قد